عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد على قناة الدعم المدرسي. اليوم إن شاء الله يكون مخصصا لأنشطة الصفحة 75 مراجعة معنا اللغة العربية المستوى السادس ابتدائي، بالضبط حصة التطبيقات الكتابية، العنوان ديالها المواطنة الإنسانية، تدخل في إطار الوحدة الثانية. إذا متنساوش تابونو في لاشين وفعلوا الجرس باش دايما توصلوه بالجديد. إذا النص ديال المواطنة الإنسانية وعدة، فيه الشكل المطلوب منا تكون فيها الحصة الأولى فيها الشكل والفهم. إذا عندنا في هذا النص فيه أربعة ديال يعني بحال التعاريف مرتبطة بالمواطنة الإنسانية. يعني إن المواطنة الإنسانية موضوع أساسي يقوم على إدراك الحقوق والواجبات الإنسانية وممارستها بوعي وخلق ومسؤولية. وفي عالمنا المعاصر لم تعد المواطنة تقتصر على الوطن الصغير فقط، إنها أصبحت تعني المواطنة الإنسانية التي تسعى لتنمية الإحساس بالواجب نحو المجتمع المحلي والمجتمع الدولي. ثالثا، وتكون هذه المواطنة بالاهتمام بالمصلحة العامة للوطن والعمل من أجل نهضته وتقدمه للوصول إلى مرحلة تنقل الوطن والمواطن إلى مراكز متقدمة بين مختلف الأمم، كما تكون بالاهتمام بما فيه مصلحة عامة للإنسان بغض النظر عن جنسه أو لونه أو لغته. أخيرا، النقطة الرابعة والخلاصة أن المواطنة الإنسانية تقوم على معرفة أنفسنا ومعرفة ما يجري حولنا وتفاعلنا مع عصرنا والعمل على إسعاد غيرنا داخل الوطن وخارجه. إذن هذا هو النص. أن المرور الأسئلة مرتبطة بالشكل والفهم. السؤال الأول يكون هو الشكل، العبارات المكتوبة أو الأخطر، لأن السؤال دائما يكون في الشكل. هو أول سؤال. عندنا ثلاثة العبارات. العبارة الأولى لم تعد المواطنة، لم تعد المواطنة. العبارة الثانية تسعى إلى تنمية الإحساس بالواجب، تسعى إلى تنمية الإحساس بالواجب، تسعى إلى تنمية الإحساس بالواجب. الجملة الأخيرة تنقل الوطن والمواطن إلى مراكز متقدمة، تنقل الوطن والمواطن إلى مراكز متقدمة. فأنا بالنسبة للألف ندير فيها همزة وصل التي لا تنطق، نزيد نضيفها في هذا المكان، في هذا المكان، وفي هذا المكان، وفي هذا المكان أيضا، وفي هذا المكان. يعني نقف ال تكون ل، تنقل الوطن، همزة وصل لا تنطق. السؤال الثاني أشرح الكلمتين الآتيتين بضديهما حسب سياقهما في النص. عندنا وعي والواجب. إذن الوعي سيكون يعني أن الإنسان قد يمارس مواطنة بوعي، ضد ديالها سيكون جهل. الوعي يعني بأنه يعلم بالمعرفة، ضدها هو بالجهل. بالنسبة للواجب هو اللي عندنا في الجملة، تسعى لتنمية الإحساس بالواجب، فضدها يعني هو الثاني. وهنا الواجب يعني شيء أساسي، أو الواجب يعني شيء أساسي وشيء يعني هي المسؤولية بشكل أساسي ضرورية. ضد ديالها هو الثانوي أو يعني الكماليات. هذا هو حسب الشرح اللي موجود. السؤال الثالث أقرأ الجملة الآتية وأصل الكلمة البارزة فيها بمعناها المناسب الموجود في الخانة الثانية. عندنا ثلاث جمل فيهم كلمة الإنسانية كاملين، ولكن في كل جملة غتاخد معنى من هاد المعاني اللي كاينين على اليسار. أن المواطنة الإنسانية موضوع أساسي يتابع دراسته في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، هذا التلميذ يتصف بالإنسانية. الاختيارات عندنا دائما تكون واحد زيد: الأخلاق الحميدة، البشرية، الدراسات الأدبية والفلسفية والاجتماعية، الدراسات العلمية والتقنية. إذن أولا المواطنة الإنسانية موضوع أساسي. إذن عندما أقول المواطنة الإنسانية نتكلم عن المواطنة، يعني المواطنة البشرية، حتى عن البشر. يعني المواطنة الإنسانية يعني عندها علاقة بالبشر، بالإنسان. الآن الجملة الثانية يتابع دراسته في كلية الأدب والعلوم الإنسانية. عندنا الدراسة يعني في كلية ديال الأدب والعلوم الإنسانية. إذا يا إما الدراسات الأدبية والفلسفية أو الدراسات العلمية. إذا بالنسبة لكلية الآداب والعلوم الإنسانية فهي المهتمة بالدراسات الأدبية، يعني عندنا الآداب الأدبية والفلسفية والاجتماعية. بالنسبة للعلمية والتقنية لا. بالنسبة للآخر هذا التلميذ يتصف بالإنسانية، يعني هذا التلميذ يتصف بالأخلاق الحميدة. رابعا أعرف المواطنة حسب ورودها في النص في ثلاث جمل. إن المواطنة تقوم على إدراك الحقوق والواجبات الإنسانية وممارستها بوعي أو معرفة وخلق ومسؤولية، وهي الاهتمام بالمصلحة العامة للوطن
والعمل على نهضته وتقدمه إلى مراكز متقدمة. يعني هذا التعريف يعني بسيط، ممكن ديروا يعني تاخذوا به يعني للاستئناس باش ديروا تعريف أفضل، أو ممكن تضيفوا عليه بعض العبارات الأخرى من أجل تجويد هذا التعريف فقط يعني كمساعدة. خامسا، أذكر الأهمية التي تحظى بها المواطنة الإنسانية في 3 جمل. فالجواب موجود في النص. فالخلاصة أن المواطنة الإنسانية تقوم على معرفة أنفسنا أول شيء، نعرف راسي أنا أولا، معرفة أنفسنا أولا، ومعرفة ما يجري حولنا، يعني كنعرفو نفسنا وكنعرفو يعني ما يحيط بنا، وتفاعلنا مع عصرنا اللي حنا في العصر الآن، العصر المعاصر، والعمل على إسعاد غيرنا داخل الوطن وخارجه. يعني هذه هي المواطنة الإنسانية بصفة عامة، هذا هو الأهمية ديالها، وأنني أعرف نفسي، أعرف حقوقي وواجباتي، أعرف يعني ما يجري حولي، أعرف الناس الآخرين يعني وحقوقهم التي يجب أن يتمتعوا بها وواجباتهم سواء تجاهي أو تجاه المجتمع، أتفاعل مع العصر ومع متطلبات العصر، وأعمل على أن أسعد يعني الأشخاص المحيطين بي يعني بالقدر المستطاع سواء في الوطن أو خارجه. آخر سؤال، سادسا، أشرح الجملة الآتية في 4 أسطر. تسعى المواطنة الإنسانية إلى تنمية الإحساس بالواجب نحو المجتمع المحلي والمجتمع الدولي. إذن من أهم المبادئ التي تقوم عليها المواطنة مبدأ الواجب تجاه الوطن والآخرين. إن هناك في المواطنة شيء اسمه الواجب، ويبدأ الالتزام بالواجب من المحيط قريب باش نقدر نلتزم بالواجب تجاه الوطن والآخرين. كنبدا اولا بالناس اللي قراب ليا بالمحيط القريب، من بعد تتوسع دائرة هذا الواجب لتشمل مسؤولية العالم، او لتشمل مسؤولية العالم، نقتل الف ولا عفوا العالم، في نظرة شمولية لمفهوم المواطنة الذي اصبح مفهوما عابرا للقارات. يعني المواطنة يعني لا تكون فقط يعني بالناس القريبين بي او بوطني، فالمواطنة تكون تجاه الاقارب، تجاه الوطن، تجاه الآخرين في الوطن، وتجاه المجتمع الدولي. يعني حتى صفة بالإنسانية في العالم بأكمله، لا أقتصر فقط في المحيط الذي يحيط به. يعني هذه ممكن نقدمه كشرح لهذه العبارة، تسعى المواطنة الإنسانية لتنمية الإحساس بالواجب نحو المجتمع المحلي والمجتمع الدولي، أنها كتخلي في الإنسان أو كتزرع في الإنسان هذه المواطنة، أنه من واجبه يعني الاهتمام ب المحيط به أو الأشخاص المحيطين به، وأيضا تجاه وطنه يجب أن يحب وطنه، يعمل على تقدم ونهضة وطنه، وأيضا يعمل على تقدم ونهضة المجتمع الدولي سواء من ناحية الحقوق أو الواجبات. ونكون أنهينا الصفحة، تلقاو إن شاء الله فيديو مقبل، ما تنساوش تابعونا في الجرس باش توصلوا بجديد، وخلونا جيم في هذا الفيديو.